في يوم السعادة العالمي استضيف أكسبو 2020 دبي مجموعة من الأنشطة التي تزرع البسمة على الوجوه احتفالا بهذا اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة كيوم دولي للسعادة، حيث تتنوع الأنشطة في كل أنحاء المعرض الدولي. التفاصيل في تقرير هاني مواد. على مدار الأشهر الماضية رسمت دولة الإمارات السعادة والبهجة على وجوه 20 مليون زائر لمعرض إكسبو 2020 دبي حتى الآن. هذا الحدث الدولي لم يكن فقط ملتقى عالمياً يجمع الآمال ويطرح التحديات ويرسم خطوط المستقبل، إنما موقع يسعد قلوب زواره من مختلف الجنسيات ويحقق أعلى درجات الاستمتاع والإبهار للجميع. لا غرابة في ذلك، والدولة المستضيفة لهذا الحدث الدولي حققت المركز الأول عربيا والرابع والعشرين عالميا في مؤشر السعادة بحسب تقرير السعادة العالمي لعام 2022 وصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة والمدعوم ببيانات غالوب للإحصاءات. 32 ألف عالية نظمها إكسبو 2020 دبي منذ انطلاقته، نشرت السعادة بين الزوار، وعلى أرض المعرض الدولي اجتمع نجوم الفن والموسيقى والرياضة. ندوات ونقاشات ركزت على إنشاء عالم أكثر شمولاً واستدامة وإنصافاً لتحقيق مجتمعات أكثر سعادة. بمناسبة اليوم العالمي للسعادة فيني أقول لكل العالم أنه نحن منا بحاجة يوم معين لحتى نشعر فيه بالسعادة أو نتذكر. أنت فيك تكون سعيد بكل لحظة من لحظات حياتك، بس مجرد ما تشعر بالسعادة والطمأنينة وتقضي أوقات مختلفة مع الأشخاص اللي بتحبهم. أنا هنا مع أولادي، لقد جئنا من الولايات المتحدة ونحن نحب إكسبو كثيرا، وهذه هي المرة الثالثة التي أتينا فيها إلى إكسبو وهو مكان للسعادة. لقد جئنا من جمهورية تشيك في أوروبا، وهذا يومنا الأول في إكسبو وهو مكان لطيف جدا وغني جدا. ومن منطلقات الإمارات في تحقيق الرفاه للمواطن والمقيم والزائر، لا بد أن يشهد يوم السعادة العالمي فعاليات تصنع البسمة وتحقق لحظات البهجة لزوار المعرض الدولي، حيث تتنوع الأنشطة والفعاليات في هذا اليوم، منها الاسترخاء في جلسة يوغا عند شلال إكسبو الذي يتحدى الجاذبية. كما يشهد الاحتفال باليوم الدولي للسعادة عودة سباق الركض العائلي Run the World إلى إكسبو 2020 دبي، وختامها في حديقة الاحتفالات حيث ستشهد عرضاً للرقصات من مختلف ثقافات العالم. أيام قليلة قبل إزدال الستار على فعاليات إكسبو 2020 دبي، الحدث الدولي يتبنى شعار لا تفوت آخر فرصة فلن تتاح مرة أخرى. وكما هي السعادة لا تفوت.